بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور أحمد عويدي العبادي، نطل عليكم من خلال هذه الحلقات للحديث عن تاريخ الأردن وحضاراته وممالكه وإماراته المتعاقبة وقبائله التي عاشت على أرضه الطهور وانخرست في تربته، ولا زالت إلى يومنا هذا حموه بدمائهم وعمروه بسواعدهم، وهم أهل الشرعية والهوية والوطنية المستمدة من عمقهم في التاريخ والجغرافيا والسياسة والحضارة، ومن شرعية التراب وشرعية المشاعر. ونتحدث في هذا البرنامج عن دور الأردن وأهله في التحكم في مجريات التاريخ القديم والإسلامي والتاريخ الحديث، وقدرتهم على إدارة الأزمات، وما أبدعه الأردنيون من الابتكارات التي لا زالت تخدم الإنسانية إلى يومنا هذا، ولا أشك أنها ستخدم الإنسان أيضا إلى عصور قادمة. وقبل هذا وذاك، فإننا نشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا ذلك، ومن الإنصاف أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من الأخ صقر الفائز الصخري، وإلى الأخ أحمد الطيب الصخري، وإلى الصحفي المبدع أحمد عقاب الطيب الصخري، وإلى منصات إدارة منصات التي هي مرخصة في لندن ومكتبها في لندن، وهي تعنى بكل ما يتعلق بتاريخنا الأردني وثقافتنا الأردنية وشرعيتنا وهويتنا. والحقيقة أن هؤلاء الفرسان الثلاثة يعني يستحق الاحترام والتقدير، ليس مني فحسب بل ومن الأردنيين ومن تاريخ الأردن. هذا البرنامج له هدف، هذا البرنامج له هدف، وبرنامج المنصات العائدة إليهم. هذا البرنامج هو لخدمة الأردن وهويته وشرعيته وأهله وتاريخه وأجاله القادمة. وأنا أشعر حقيقة يعني بالشرف العظيم لأداء هذه المهمة التي هي تتويج لعشرات السنين من جهودي في التأليف والقراءة والبحوث، وأشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر هؤلاء الفرسان الثلاثة الذين كلفوني بإعداد وتقديم هذا البرنامج. من الملفت النظر يا أخوان أيها المشاهدون أننا الثلاثة ننتمي إلى بطنين كبيرين من قبيل الجذام العريقة المتجذرة القديمة في الأردن، التي هي موجودة طبعا آلاف السنين، جذام جذام جذام. وإحنا يعني في هذا البرنامج بإذن الله تعالى سنتحدث في حلقات كثيرة ومتتابعة، ولكن ستكون قصيرة لأنه يعني لا تتجاوز 10 دقائق، ولكن قد تبلغ المئات أو تناوش الألف أو يزيد. ونفرغ فيها ما في جعبتنا من الأردن من حصيلة دراستنا وبحوثنا ومؤلفاتنا باللغتين العربية والإنجليزية، وأيضا وما في مقالاتنا في حلقات يسيرة، ستكون يسيرة يفهمها المثقف والمتعلم والصغير والكبير. لا نتحدث عن بلدنا وتفيد السامع وتخدم التاريخ الأردني والإنسانية والأجيال الأردنية الحاضرة والقادمة. تبين أيضا هذه الحلقات ستبين معنا في الحلقات القادمة إن شاء الله موقع الأردن الزاهي بين الأمم والبلدان. كان لنا موقع عظيم بين الأمم السالفة القديمة الغابرة وبين البلدان المجاورة، أنه إحنا موجودين بين منطقة ما بين الرافدين وما منطقة وادي النيل، كان هذه ما بينها كان كلها أرض أردنية، وبالتالي كان لها مكان ومكانة تحت الشمس. من خلال دراستنا وخبرتنا فإن الأردن لا يعاني من فراغ في التاريخ. يقولوا يا عمي ما لكم تاريخ؟ لا، أقول لكم ما في فراغ في التاريخ الأردني، إحنا لا نعاني من فراغ في التاريخ، لكن نعاني من شيء أخطر من ذلك، وهو فراغ في تدوين التاريخ. يعني التاريخ إذا لم يدون مش موجود، يعني قد
تتعاقب الأجيال إلى مدة ما وبعدين يندثر، لأن التاريخ لمن يعني نظريتي بتقول أنه الأردن لا يعاني من فراغ في التاريخ وإنما يعاني من فراغ في تدوين التاريخ. وأيضا نظريتي تقول أن التاريخ لمن يكتبه لا لمن يصنعه. الأردنيون صنعوا التاريخ عبر الأجيال، عبر الأمم، عبر الحقب، عبر آلاف السنين، ولكن للأسف كتبوه غيرهم ونسبوه إلى أنفسهم لا إلى صناع الحقيقي، يعني من زمن الفرس لليونان للرومان للاحتلال، الاحتلالات طبعا احتلال الفرس الفارس والرومان واحتلال العباسي والاحتلال شو اسمه المماليك واحتلال الأتراك والاحتلال الإنجليزي، هم كتبوا عنا، إحنا لم نكتب عن أنفسنا للأسف الشديد. وكأنه لا يوجد أردن ولا يوجد أردنيين، إنما يوجد مستعمر ومستعمر، لا في غابر الأزمان ولا في ظاهرها منذ الاحتلالات القديمة التي ذكرناها قبل قليل. على كل حال حرصوا هؤلاء جميعا ألا يكتبوا عن الأردن، لأن الأردن هو 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 نقطة، هو عقدة، هو عقدة المنطقة كاملة، هو عقدة المنطقة كاملة من اليمين والشمال من الشرق والغرب. وبالتالي حرصوا على طمس التاريخ الأردني فنسبوه إلى حضارة الاحتلال اليوناني وإلى حضارة الاحتلال الروماني وإلى حضارة الاحتلال العثماني والعباسي والإنجليزي، لا. لذلك نستاج إلى كتاب التاريخ الأردني الحقيقي، وأتمنى أنه أتمنى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وقد وفقنا إلى الآن في كل شيء، أن يوفقنا فيما هو آت. فكتابة التاريخ الحقيقي هي عبارة عن صناعة من أدق الصناعات، مثل هذا اللي في الذهب ما يصنع الحلي الذهبية والزمرد والأحجار الكريمة والرقائق الإلكترونية. أيضا صناعة التاريخ هي من أدق بل من أكثر الصناعات دقة، وبخاصة عندما تكون معلومات زي الأردن مثلا مبعثرة في مصادر شتى. لكننا استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى جمع هذا الشتات وإعادة بنائه وجمع هذه الجواهر في عقد واحد من اللؤلؤ الثمين، وهو تاريخ الأردن الذي نعتز به. وعندما جمعناه في كتب سنراها في الحلقات القادمة إن شاء الله، وجدنا أن الأردن هو من أكثر البلدان الذي له تاريخ وله إنجاز، والشعب لم يغادر، يعني قبائلنا الأردنية موجودة من آلاف السنين لم تغادر. لكن مفهوم الأردن التاريخي الذي كان مساحته تقريبا من 800 إلى مليون تتراوح كيلومتر مربع، من هنا فإننا نعتز بإعادة صناعة وصياغة تاريخنا الأردني، وأعتبره شرفا لي شخصيا ووطنيا أن أقوم بهذا الواجب ونكتبه جاهزا للأجيال والباحثين. لا بد أن نقول هنا أنه قامت على الأرض الأردنية عشرات الممالك منذ 12 ألف سنة قبل الميلاد، ونزل فيه العديد من الأنبياء الكرام، سيدنا صالح، سيدنا شعيب، سيدنا لوط، سيدنا أيوب، سيدنا يحيى، سيدنا لقمان عليه الصلاة والسلام، وفيه ولد سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام، وفيه تم تعميده، ومنه صعد إلى السماء لينجو من مؤامرة قتله على أيدي بني إسرائيل والرومان، وفيه ظهر النبي بلعام الذي انسلخ عن آيات الله اللي هو كان مركزه في بلعماء الموجودة غربي المفرق حاليا. أيضا جاء ذكر الربوع الأردنية، مديان والأيكا وثمود وكل هذه جاءت ذكرها في القرآن الكريم كمناطق، وجاء ذكر والحديث النبوي الشريف أيضا، وجاءت أيضا على أنها بنص القرآن الكريم على أنها بلد الأمن والأمان، وأنها أرض مقدسة وأنها أرض مباركة. مقدسة ومباركة أيضا جاءت في التوراة أن الأردن أرض مقدسة ومباركة، كليهما في آن واحد، وأنها أرض الجنات التي تجري من تحتها الأنهار كما ورد في الحديث الشريف وما ورد أيضا في التوراة، وأرض الوئام الاجتماع وأرض الوئام الاجتماع. مجرد ما يقول القرى القرية معناها هي عندما يكون تجانس، تقرأ في القرآن الكريم وجعلنا بينهم القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة إلى آخره، هذا ستأتي إليها. القرى معناته في وئام اجتماعي بين السكان وهم من فصيلة واحدة، وهو ما ورد في التوراة أيضا. وكان الأردن حتى نرجع في العهد العصر الإسلامي، كان الأردن بوابة الفتح الإسلامي، حيث اجتمعت على أرضه جيوش الفتح الأربعة وهبت العشائر الأردنية في مؤازرتها وخذلان الاحتلال الروماني. وفي الأردن وقعت المعارك الفاصلة في التاريخ العربي الإسلامي من مؤتة
لليرموك، لطبقة فحل، لحطين، لعين جالوت، هذا في العصر الإسلامي. في العصور القديمة نجد معارك المؤابيين والآدوميين والعمونيين والباشيانيين وأهل بيريا مع بني إسرائيل، هذا كله قبل الميلاد، وأيضا مع ملوك الشرق اللي هم تبعين إيلام ومع إيلام، ومع الفرس ومع الرومان واحتلال الفرس. هذه كان في معارك هائلة، وكانوا الأردنيين يدافعوا عن بلدهم بكل ما يملكون. وحقيقة في هذا البرنامج سنتحدث عن الملكة بلقيس، ملكة سبأ، التي ورد ذكرها في سورة النمل، وهي حقيقة ليست سبأ اليمن، إنما هي سبأ الأردن، هي الآن تسمى الجوف. وقصتها وقصة إيمانها وقوتها يعني. وكان أيضا ظهر الملك حدد بن بدد من أعظم الملوك في التاريخ، الذي أذل بني إسرائيل وأشار إليه القرآن الكريم أكثر من مرة، منها في سورة الكهف ومنها في سورة البقرة. وكان لديه أقوى أسطول بحري في زمنه، وعاصر سيدنا موسى، وكان حليفا للفرعون رمسيس الثاني، فرعون التسخير الذي كان سخر بني إسرائيل، وابنه مرن بتاح اللي هو فرعون الخروج الذي غرق في الماء. وفي الأردن ظهر الملك بولاق المؤابي وخليفته الملك عجلون، وظهر ملك من أعظم ملوك التاريخ ميشع، ملك مؤاب، محرر الأردن احتلال العبراني، صاحب المسلة المشهورة مسلة الذيبان، وهي الآن موجودة في متحف اللوفر في باريس، وأنا شفتها بعيني، يعني شفتها بمتحف اللوفر في باريس. ومن ملوك الأردن الأقوياء أيضا الملك جالوت، الذي كان يسمى ملك العماليق، والذي ذكره الله سبحانه وتعالى 3 مرات في سورة البقرة. ومن الأردن لمعلوماتك يا أردنيين، تحرك الهكسوس من طبقة فحل في الشمال لأنها كانت هذه عاصمتهم، واحتلوا مصر باتفاق ملوك الأردن جميعا، ومنهم ومن الهكسوس الوليد، ملك الوليد بن الريان، وأحيانا يقول الريان بن الوليد، وهو عربي أصلا من الأردن ثمودي، وكان هو ملك زمن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. أيضا في الأردن ظهر صحابة عظام وكرام، منهم الصحابي الجليل دحية الكلبي المعاني، وهو رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وهو الذي كان سيدنا جبريل يأتي على صورته. وأيضا ظهر الصحابي الجليل زيد بن حارثة الصحابي الوحيد المذكور في القرآن الكريم في سورة الأحزاب. ومن جذام أيضا ظهر أبو فروة الجذامي، والقائد موسى بن نصير فاتح الأندلس شمال إفريقيا، ورجاء بن حيوة المؤتمن لدى خلفاء بني أمية، والذي أقنع الوليد بن عبد الملك في تعيين عمر بن عبد العزيز خليفة بعده، وهو مواليد الأردن في بيسان، بقيت جزء من الأردن حتى عام 1922. شارك من العشائر الأردنية، يعني شيء كمان عظمة أردنيين وشعبنا اللي لازم احنا نركز عليه ولازم يفهموا الأجيال، المشارك عندنا حوالي 1800 أردني في فتح مكة المكرمة من عشائر. وأثناء غزو التبوك عقد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معاهدات مع عشائر أردنية في جنوب الأردن، في منطقة الشراه ومنطقة العقبة ومنطقة معان ومنطقة الطفيلة، ولا زالت هذه العشائر موجودة إلى الآن بالاسم إلى يومنا هذا. لما نتحدث عن هذه الاتفاقيات ونذكر أسماء العشائر التي لا زالت موجودة، وهذا شرف عظيم لها أن جدودهم كانوا يعني أخذوا تشرفوا باتفاق مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا الأردنيين إحنا من دعم وصول بني أمية إلى الخلافة، وهذا سنتطرق إليه في حلقات مفصل. وفي الأردن نشأت الدعوة العباسية ونضجت لتحكم العراق 400 سنة ولتدمر الأردن 400 سنة للأسف الشديد. كانت أول هزيمة للمغول في الأردن وين؟ على بركة زيزة، وكان الأردنيين اجتمعوا على بركة الأردنيين، عشان الأردنية اجتمعت على بركة الموقر، وهزموا المغول اللي كانوا مخيمين على بركة زيزة قبل معركة عجلون. هذا كان بشهر أيب، أول شهر أيار في عام 1260. وبعدين حدثت عين جالوت في 25 رمضان 658 هجري 3 أيلول 1260، وانتصر المسلمون. كان عشائر أردنية تحارب في عين جالوت مع المماليك، وهزموا الرومان، هزموا المغول. شيء المهم كمان أنه شاركت عشائر الأردنية في فتح بلاد الشام ومصر
وشمال أفريقيا والأندلس. وهناك استقروا يعني في الأندلس استقروا في منطقة اسمها جند الأردن، ومنهم المعتمد ابن عباد الذي كان أعظم ملك من ملوك الطوائف، والملك الشاعر أو شاعر هو ملك الشعراء وشاعر يعني له يعني. وأنا جيت قصره في إشبيلية وشفته، وبعدين مات في أغمات ودفن في أغمات هو وزوجته اللي هي والله نسيت اسمها. الأردنيين في مملكة بيريا الأردنية كانت عاصمتها السلطنة المحروسة، وهذه المملكة تأسست في 12 ألف قبل الميلاد وبقيت 450 ميلادي، يعني 12450 سنة. وكانت آخر ملكة هي الملكة ماوية، وكانت من أعظم ملكات، سنتحدث عنها بالتفاصيل كثيرة وكبيرة. فهم أول يعني أهل بيريا أهل السلط، أول من اخترع الصابون وأول من اخترع القذائف النارية التي سميت فيما بعد النار الإغريقية، لأنهم استخدموا اللي نسميه احنا الزفتة اللي هو القار، ويحرقوا جتوه على العدو فسموه النار. أخذوه لما الإغريق احتلونا أخذوه وطوروه بطريقتهم لأنه ما عندهم قار. وأول من بنى أقدم أهل بيريا أول من بنى أقدم ميناء في العالم يعود إلى 12 ألف سنة قبل الميلاد. نجي على مملكة أدوم، عاصمتها بصيرة الطفيلة، ورثت عن المملكة الأردنية الحورية، لأنه إحنا عندنا كان الحوريين ثم الأدوميين ثم الأنباط، يعني هذولا متعاقبين وكلهم أردني وكلهم ثمود بالمناسبة. صناعة ولبس الشماغ الأردني بلونيه الأحمر والأبيض الذي كان تتم صناعته من الحرير والصوف الناعم في قرية شماخ بالشوبة، هذه القرية العظيمة اللي إحنا لما نسج الشماغ منسوب إلها، يعني منسوب لشماخ. وكانوا يصدرونه للسومريين ومن بعدهم ممالك بلاد الرافدين، وأما يعني ممالك أخرى يعني، وهذا سنأتي عليه بالتفاصيل أيضا. مملكة مؤاب الأردنية والمملكة سبقتها المملكة الإيمية وسبقتها المملكة الرفائية، والرفائيون من قبلهم كانوا يطلقون على حصن كرك. حصن كرك هذه بنيت يعني الكرك قلعتها بنيت 22 ألف سنة قبل الميلاد، وهسه يكتبوا في الكتب أنها بناها الصليبيين. الصليبيين يجوا على قلعة جاهزة، يعني حتى التوراة تحدث عنها في زمن المؤابيين. فكان اسمه حصن اللبن، وكان أشهر جميد في بلاد ثمود، يعني هتحكي 10,000 سنة قبل الميلاد، وجزيرة العرب وبلاد آرام اللي هي سوريا والرافدين وبلاد كنعان هو جميد الكرك منذ أكثر من 10,000 سنة قبل الميلاد إلى يومنا هذا. طبعا جميد الكرك لا يعلى عليه. الحوريون الأردنيين الذين كانوا قبل الآدوميين هم أول من اكتشف العالم الجديد لما يسمى الأمريكتين الآن. وأنا بكتابي الذي باللغة الإنجليزية وجدت بحوث أمريكية مهمة جدا تتحدث عن حفريات وجدت أن الجينات الخاصة بهذه الهياكل العظمية تعود إلى منطقة الشراه في جنوب الأردن. وبلغ في عندك ثلاث مقالات وأنا أشرت إلى في كتابي باللغة الإنجليزية. وبلغت المملكة الأردنية الآدومية أوجها زمن الملك حدد ابن بدر الذي أسس أول جامعة بحرية في التاريخ في عصيون جابر في العالم كله وفي إيلات اللي هي الإيلات الحالية. وطبعا ما سنتحدث كيف أنه فتح قناة ما بين البحر الأحمر والبحر الميت. بعدين سنتحدث بالتفاصيل المملة عن المنسف الأردني، فهو اختراع كركي بالأساس أردني منذ أكثر من 10,000 سنة قبل الميلاد، وانتشر في الأردن زمن الوثنية. موجود لقيت أنا له شواهد من هضبة الجولان إلى جنوب العلا، ووجدنا الشواهد الأثرية عن المناسف في شمال الأردن وطلب النبي سليمان، حتى في القرآن في إشارة لهم النبي سليمان، وهذا سنأتي إليه بالتفاصيل إن شاء الله. طلب النبي سليمان من الجن أن يصنعوا له جفان كالجواب كما ورد، لأنه كان يسموها الأردنيين كان يسموها الجفنة، وحتى في الشعر العربي الجفنة وآل جفنة، وذكر هي اللي الصحوني الطابق اللي هي المناسف التي يقدمها الأردنيون المناسف. وقد حرمت التوراة أكل اللحم المطبوخ باللبن، وهو هذا المنسف هو الذي حرر الأردن من احتلال العبراني.
أما المدرجة الأردنية وسنأتي إليها بالتفاصيل أيضا، فكانت لباس المرأة المؤابية وأشارت إليها التوراة، وظهرت أيضا على منحوتات الآلهة المؤابي عشتار، الآلهة المؤابية المؤنث يعني عشتار زوجة الإله المؤابي كموش. وأما لباس العقال فيظهر أيضا في حفريات الحضارات الأردنية. إحنا شعب عظيم، إحنا شعب عريق، كل شيء له آلاف السنين من الأعمار. أما أول سلاح لهجانا فاخترعه الأردنيون أيضا في التاريخ، قام زمن المديانيين الجذاميين الأردنيين قبل 3000 سنة، وكان الشيخ الفارس جنديب العربي الأردني يقود جيشا من سلاح الهجانة، وظهر سلاح الهجانة بالأردن ثانية في مطلع القرن العشرين، أي بعد 3000 سنة من أول استخدام تاريخي له. وستتضمن برنامجنا بعون الله حديث عن الملاذات الآمنة عند الأردنيين، وهي منتشرة في الصحراء والأغوار وتسمى الجلجال، اللي هي استبدلت بعدين، اللي هي لما إذا ذهبت إلى العقبة تشوف حوط يعني صيار كثيرة من الحجارة، هاي يسموها الجلجال. وزمن الأمويين سموها الحائر، سموها الحائر، حولوها إلى الحائر وبنوا فيها القصور الأموية. والجلجال هي كلمة المفرد والجمع، سنأتي عليها بالتفاصيل إن شاء الله. وذكرتها التوراة واحتمى بها اليهود من بطش الأردنيين. إن الحوريين الأردنيين هم أول من بدأ نقش البتراء، وبعدين الآدوميين، وبعدين الأنباط منذ آلاف السنين، واستمر ذلك زمن الآدوميين مدة 4000 سنة، ثم كانت اللمسات الأخيرة زمن الأنباط. وللأسف الشديد الأنباط طبعا هم كلهم من بعضهم، يعني الآدوميين من الحوريين والأنباط من الآدوميين، لكن عندما تقرأ التاريخ يقول لك وجاءت قبائل ومش عارف، لا هذا حكى، هذا حكي كلام غير صحيح. ثبت لنا أنهم كلهم هم ثمود في النهاية، وثمود الذين جابوا الصخر وقال. بعدين في بقول لك مقام سيدنا هارون بالبتراء، هذا كلام غير صحيح، يعني ثبتنا شواهد من التوراة أنه إبراهيم موسى وهارون ماتوا في منطقة سيناء التي كانت ولاية آدومية أردنية، وأنه ما مات في بشواهد التوراة، ما مات في البتراء، وإنما هذا المكان كان مكان مقدس للحوريين، هوريين وهور هارون، هي سنأتي إليها بالتفاصيل. وبالتالي هارون لم يمت في الأردن، ولا سيدنا موسى لم يمت ولا يمت في الأردن، إنما هو عند الكثيب الأحمر كما حدث بالنبي الحديث النبوي الشريف، وهو موجود في منطقة شمال شرق سيناء. فإحنا يعني زمن الملك حدد ابن بدد، وهذا ملك عظمته شيء لا يصدق طبعا على كل حال. لكن زي ما قلنا هو كان مقدس للحوريين، وبعدين صار للآدوميين. الحوريين استمروا حوالي 10000 سنة قبل آدوميين، أكثر من 10000 سنة. الآدوميين استمروا 4000 سنة، الأنباط استمروا 400 سنة. سنأتي على السبب لماذا هذه استمرت هالقد، وهذه كل ما قلته لكم سيأتي تفسيره بالتفاصيل وبالأدلة من القرآن الكريم، من التوراة، ومن المؤلفات، ومن الوثائق المصرية والوثائق الرافدية. على كل حال ثم نأتي إلى الأنباط، يعني هم الذين عملوا اللمسات الأخيرة على البتراء وطوروها ورتبوا أمورها. على كل حال أيضا قدسية المكان هي الأساس، يعني هذا المكان كان مقدس زمن الوثنيين، وصار زمن اليهود، صار زمن النصارى، صار زمن المسلمين. قدسية المكان في الأردن تختلف عن كل العالم، يعني أي مكان كان مقدس زمن الوثنية صار مقدس زمن المسيحية، صار مقدس زمن الإسلام، لأنهم بنوا فيه الكنيسة بعدين غيروا وبنوا المسجد بدل الكنيسة. يعني قدسية المكان سنتحدث عنها بالتفاصيل. بعدين لا بد من الحديث عن الملك الحارث الرابع الذي كان أعظم ملوك الأردن أيضا، وسع أراضي مملكته وضم دمشق إليها وبنى السدود، وازدهر الزمن الأردني، زمنه الأنباط، المملكة الأردنية النبطية اللي كانت تحكم من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط، من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط، إلى البحر الأبيض المتوسط في جنوب بلاد كنعان اللي هي فلسطين، وفي شمالها في منطقة الليطاني، وبقيت هذه جزء من الأردن إلى أنجل العباسيين،
وسرقوها الأردن ثم عادت إليها، ونجد في وثيقة أم قيس التي أنشأت سنة 1919 حديث بأنه لازم يكون هذه ترجع للأردن. فهذه بعدين أنباط يعني الأردنيين هم علموا الناس القراءة والكتابة، وكان ذلك زمن بشر بن عبد الملك العبادي أخو الملك الأكيدر العبادي ملك الجوف، وهو اللي علم أهل مكة والمدينة القراءة والكتابة بالحرف العربي الحالي، كان يكتبه هو بالحرف العربي المسند اللي هو اليمني. وهذا في عصر النبوة، زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يخلي الأسرى يعلموا المسلمين المسلمين القراءة والكتابة. ولذلك احنا عندنا فضل في الخط العربي، عندنا فضل في كل شيء، عندنا خط يعني. وهذه ان شاء الله الحلقات ستكون بإذن الله تعالى في تفاصيل في كل حلقة قادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم، والحديث بقية بعون الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.